تتحدى ال 20 من المتتابع الحسابيه مع 6 0 سالب 6 سالب 12 تمام؟ اكتب المتتابع. احنا شو نسوي؟ نجي شو نقول؟ هنا ايش تذكر فاضل؟ يلا عدي ايش راح تسوي؟ ايه العين ايش قد تساوي؟ 12. ليش؟ لانها الحد الاول. زين العين ايش قد تساوي؟ هي الحد المذكور في السؤال 20. بس تعال المذكور في السؤال اللي هو ايش قد؟ 20. اذا العين اي هي الحد الاول. اول رقمين اخر هذني اول رقمين هذني كلها صعدات وقفه زايد تبقى بالزباله. تعالي على اول رقمين باليسار. اول ما تجي على المعادله اول رقمين على اليسار ياهو. مو تصير عبقري وتجي تاخذ هذا الخاطر. الله عوفك عوفك من العبقريه. تعال هنا الاي ايش قد تساوي؟ 12. اول حد على اليسار الاي ايش تساوي؟ 20. حد المذكور في السؤال. ادي الثاني ناقص الاول 6 ناقص 12 قد تطلع عندك ناقص 6. اذا دي الاساس يساوي العنصر الثاني ناقصا العنصر الاول. العنصر الثاني ايش قد؟ 12. الاول 12 والثاني 6. اذا 6 ناقص 12 ايش قد تطلع عندك؟ سالب 6. طلعتها الاي 12 الان 20 والدي ايش قد؟ سالب 6. وين اروح؟ بها وين اروح؟ يو ان يساوي اي زائد ان ناقص 1 في دي. الاي ايش قد عندي؟ 12. يو 20 هو يجي. الاي ايش قد مطلع هاني؟ 12. عمودي 12. عدي الاي ايش قد طلعتها؟ 20. 20 ناقص 1 في سالب 6 يعني 12 زائد 19. 19 في سالب 6 يعني 12 زائد 19 في سالب 6. يلا 19 في 6. 6 في 9 4 5 مليون. 6 في 1 6 و5 11. اذا مو سالب في الموجب يصير سالب 114. 114 ناقص 12 راح يصير عندك سالب 100 2 و2. تمام عليك؟